اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس، وهنتكلم النهارده باذن الله عن المحاضره الرابعه عندنا في الجنرال امبريولوجي مديول الفاونديشن. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عندنا عن الديفلوبمنت اوف امبريو، واتكلمنا عن حاجتين، اتكلمنا عن السكند ويك واتكلمنا عن الثيرد ويك. كنا بنقول في السكند ويك الامبريو بيتكون عندي من طبقتين، بيكون باي لامنر جيرم ديسك، اكتوديرم واندوديرم. وفي الاسبوع الثالث بنحط طبقه ما بينهم اللي هي الانترا امبريونيك ميزوديرم، لان الاكسترا امبريونيك كان بيكون في الاسبوع الثاني. هنتكلم بقى باذن الله في المحاضره بتاعتنا النهارده عن التطورات اللي بتحصل عندنا من الثيرد للايه للايت ويك. تمام، شوفوا يا جماعه، احنا في التطورات اللي احنا هنتكلم عليها في من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن هنتكلم بشكل عام، مش هنتكلم عن تفاصيل قوي، لان التفاصيل دي باذن الله هتاخدوها في كل مديول باذن الله. احنا هنتكلم مثلا، اقول لك مثلا ان الكيدني بتتكون في الفتره ديت اللي هي من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن، ممكن اقول لك مثلا ان القلب بيتكون في الفتره ديت، ممكن مثلا نقول لك الاوريجين بتاعها اللي هي اندوديرم ولا اكتوديرم ولا ميزوديرم. فاحنا هنتكلم بشكل عام، لان في مديول كامل اسمه مديول كارديو هتاخد الامبريولوجي بتاع القلب بالتفصيل، في مديول كامل اسمه رينال هتتكلموا عن الامبريولوجي بتاع الكدني بالتفصيل، في مديول كامل اسمه جينيتال سيستم هتتكلموا عن الجينيتال سيستم اللي هو الريبرودكتيف اورجان كامله بالتفصيل باذن الله. تعالوا بقى نبدا على طول عشان ما نضيعش وقت. اول حاجه هتكلم عليها، قال لك ان انا عندي دلوقتي الامبريو من بعد الاسبوع الثالث بقى بيتكون عندي من ثلاث طبقات، اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم. كل واحده من الطبقات دول هم اللي هيدوني كل حاجه موجوده في جسمك دلوقتي. يعني انت جسمك اي حاجه موجوده في جسمك بتكون الاساس بتاعها حاجه من الثلاث دول، يا اما اكتوديرم يا اما اندوديرم يا اما ميزوديرم. فاحنا هنشوف كل طبقه من دول هتدينا ايه. انتوا عندكم في الكتاب مش كاتب غير السكندري ميزوديرم، احنا عارفين ان البرايمري ده بيكون اكسترا امبريونيك في الاسبوع الثاني مش هنتكلم عنه خالص، احنا قلنا ان هو سوماتو سبرينكيلوم وسكاتما مش هنتكلم عنه ثاني، هنتكلم عن السكندري ميزوديرم. السكندري ميزوديرم هو ده اللي مكتوب عندكم في الكتاب، وفي حاجتين بيتشرحوا زياده في المحاضره هنقول عليهم كلمتين اللي هم الاكتوديرم والاندوديرم، كل واحد منهم بيدي ايه. والاكتوديرم قلناه في المحاضره اللي فاتت، بس احنا بنجمع كل الكلام دلوقتي عشان اسئله الام سي كيو. تمام، اول حاجه هنتكلم عليها الاكتوديرم. الاكتوديرم يا جماعه بيدينا ايه؟ عارفين ان الامبريو بيتكون من ثلاث طبقات، الاكتو كانت هي الطبقه اللي بتكون فيسنج، عامله فيسنج للايه؟ للامنيوتيك كافيتي. الاكتوديرم هتكون لنا السنترال والبريفرال نيرفس سيستم. اول حاجه هتكونها لنا هتكون لنا النيرفس سيستم، فاكرين النيورال بليت اللي كان هيكون عندي البرين وهيكون عندي السباينال كورد، في جزء برضه من الاكتوديرم تاني هيكون عندي البريفرال نيرفس سيستم اللي هي الاعصاب التانيه. طيب وهيكون عندي ايه كمان؟ وهيكون عندي السكن، وهيكون عندي الغده النخاميه اللي هي البيتيوتر جلاند، او اللي انتوا يعني اللي انتوا كنتوا خدتوها في السنه اللي هي الماستر جلاند بتاعت الغدد كلها. تمام، طيب احنا كده عرفنا اكتر من حاجه، عندنا السكن. يعني ممكن في الام سي كيو يقول لك مثلا الاوريجين بتاع السكن ايه، هيقول لك اكتوديرم ولا اندوديرم ولا ميزوديرم، ولا يقول لك مثلا اكتوديرم واندوديرم، هي دي كده بتيجي الاسئله. فانت لازم تكون ايه محضر الاجابه في دماغك. تمام، يبقى السكن بيكون اكتوديرم. طيب الاندوديرم بيدينا ايه؟ قال لك ان انا عندي الاندوديرم ده بيديني عامه كده بشكل عام بيديني الحاجات اللي بتكون موجوده عندي في الايه، في البطن وفي الثوركس. يعني بيديني ايه؟ بيديني مثلا الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي بالكامل، عندك بقى السمول انتستين اللارج انتستين، كل الحاجات دي الاصل بتاعها بيكون اندوديرم. وبيديني الريسبيراتوري سيستم اللي هي اللنج والبرونكوس، والكلام ده كله ده بيكون عباره عن اندوديرم. طيب وبيديني جزء من الايه؟ اليورينري تراكت. اليونير تراكت يا جماعه بيتكون غالبا من ميزوديرم، وفي جزء منه بيكون عباره عن اندوديرم، هو بيكون عندي جزء من اليونير تراكت مش كله. تمام، يبقى هو بيكون عندي الابيثيليوم بتاع الجي اي تي، بيكون عندي الريسبيراتوري سيستم، بيكون عندي كمان اليورينري تراكت. تمام، طيب تعالوا نخش بالحاجه اللي بعدها. هنتكلم بقى عن الموضوع الاساسي اللي موجود عندنا اللي هو السكندري ميزوديرم. الحاجتين دول ممكن ما يكونوش موجودين في الكتاب، السكندري ميزوديرم من اول هنا ايه دي الحاجات اللي موجوده عندنا. الصوره دي تعتبر جميله جدا وبتوضح عندنا السكندري ميزوديرم بالكامل، بس في حاجه بتكون غريبه عندنا في الكتاب ان هو مش موضح هو جاب الصوره دي منين اصلا. تعالوا نوضح كده ونشوف دلوقتي الصوره دي جت منين. بص، ده دلوقتي ده عندنا امبري الصوره اللي احنا حافظين عندها الامنيوتيك كافيتي فوق اليوكساك، تحت عندها الطبقه اللي في النص دي بتكون عباره عن انترا امبريونيك ميزوديرم. صح، انا رحت جاي واخد احنا تخيلنا ان هي عباره عن رغيف عيش فوق ورغيف عيش تحت وفي برجر في النص، فالبرجر ده هنقوم جايين ساحبينه وبصينا عليه لوحده، هو ده اللي احنا هنبص عليه دلوقتي اللي هي الصوره ديت. دي شريحه البرجر اللي عندنا بيكون موجود فيها ايه؟ قال لك احنا عندنا بيكون موجود فيها اول حاجه الحته دي بتكون فراغ والحته دي بتكون فراغ. ليه؟
فكل لما احنا كنا خدنا ان احنا قلنا ان الاندوديرم والاكتوديرم بيكونوا متصلين دايركتلي مع بعض في حتتين، الحته اللي قدام اسمها باكو فارنجيال ممبرين او باكا الممبرين او ليها حاجه تانيه اسمها ايه اورو فارنجيال ممبرين اللي هي اللي هتكون عند الفم، والحته اللي بتكون تحت اسمها الكلواكا الممبرين. الحتتين دول بيكونوا الاكتوديرم متصل فيها دايركتلي مع الاندوديرم، مفيش ميزوديرم في النص. الحته دي مفيش ميزوديرم، الحته دي مفيش ميزوديرم. طيب تعالوا كده نبدا من النص. النص موجود عندنا حته ميزوديرم كده، فاكرين كان اسمه ايه؟ الحته اللي في النص هنسميه اكزيال ميزوديرم، اكزيال ميزوديرم. الحته اللي في النص ده النوتو كورد اهوت، ده البريماتيف ستريك وقدامه البريماتيف نودي. الحته اللي في النص هنسميها ايه؟ اكزيال. اكزيال لانها في الايه؟ في المحور، في النص. تمام. طيب الحتتين اللي على الجنب هيكون على يمينها ثلاثه وعلى شمالها ثلاثه، اللي جنبها على طول هيكون اسمها ايه؟ بارا اكسيال. يبقى بارا يا جماعه عندنا في الترمينولوجي معناها جار، يبقى اللي جنب الاكسيال هيكون اسمه بارا اكسيال ميزوديرم، وده بيتكون عندي من سومايت. سومايت يعني ايه؟ يعني قطعه 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 كده، وغالبا عدد القطع ده بيكون 35 قطعه، هنتكلم عنهم بالتفصيل. طيب على الجنب بتاع السومايت بيكون موجود عندنا ايه؟ انترميديت ميزوديرم. طيب ايه فايده الانترميديت، او ليه سموه انترميديت اصلا من الاساس؟ مش احنا قلنا الاكسيال في النص على يمينه ثلاثه وعلى شماله ثلاثه، اللي في الثلاثه ما بين الثلاثه دول اللي في النص ما بينهم اللي انترميديت سموها ايه؟ انترميديت سيل ماس. طيب اللي لبره خالص زي ما انتوا كنتوا خدتوا في الاناتومي بيكون اسمها ايه؟ لاترال. يبقى احنا عندنا ايه في النص؟ اكسيال ميزوديرم، عندنا بارا اكسيال، عندنا انترميديت، عندنا لاترال بليت اوف ميزوديرم. دي الاجزاء اللي بتتكون عندنا السكندري ميزوديرم، كل جزء من دول هيدينا حته معينه هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. تعالوا نشوف اول جزء عندنا هنتكلم عليه، هنتكلم عن الاكسيال ميزوديرم. الاكسيال ميزوديرم يا جماعه ده بيكون موجود عندنا فين؟ بيكون موجود عندنا في السنتر كده، شايف اهو بالشكل ده. تمام. هيدينا ايه؟ قال لك اول حاجه هنتكلم هيدينا ايه من فوق لتحت. يعني ايه من فوق لتحت؟ يعني كرينيو كودال دايركشن، يعني من فوق من الحته بتاعت الكرينيوم، من الحته بتاعت الراس لحد تحت خالص اللي هي الكودال اند. طيب من فوق لتحت بيكون موجود عندنا ايه؟ قال لك اول حاجه الحته بتاعت الفم اللي هي الباكو فارنجيال ممبرين. طيب بعده قال لك بيكون موجود عندنا حاجه اسمها كارديوجينيك بليت. الكارديوجينيك بليت ده اللي هيكون عند القلب. طيب بعد كده عندنا حاجه اسمها سيبتم ترانسفيرسم. سيبتم ترانسفيرسم، سيبتم ترانسفيرسم يعني ايه؟ سيبتم ترانسفيرسم ده اللي هيديني الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز ده يا جماعه اللي بيكون موجود تحت، اللي بيفصل عند الاعضاء اللي بتكون موجوده في منطقه الصدر اللي هي بتاعت الثوركس عن المنطقه اللي موجوده بتاعت الايه؟ عن الاعضاء بتاعت منطقه البطن. تمام. طيب تحت السيبتم ترانسفيرسم بيكون موجود عندنا النوتو كورد. النوتو كورد، طيب تحت النوتو كورد كان بيكون موجود عندنا ايه؟ بريماتيف نود، وتحت البريماتيف نود موجود عندنا البريماتيف ستريك، وفي الاخر خالص حته ما فيهاش ميزوديرم اللي هي الكلواكال ميمبرين. يبقى دي الحاجات اللي موجوده عندنا في الايه؟ في الاكسس. تعالوا نشوف كده الصوره كمان مره. اهو شوفوا عندنا الحته اللي فوق اللي هي الباكو فارنجيال ميمبرين، بعد كده هيكون موجود عندنا كارديوجينيك بليت وسيبتم ترانسفيرسم، تحته هيكون موجود عندنا النوتو كورد، بعد كده البريماتيف نود، بريماتيف ستريك، كلواكال ميمبرين. قلنا الكلواكال والباكو فارنجيال هما الاثنين ما بيكونش موجود فيهم ميزوديرم. تمام. طيب تعالوا نخش على الحاجه اللي بعدها. هنتكلم بقى دلوقتي عن ايه؟ عن البارا اكسيال ميزوديرم. البارا اكسيال ميزوديرم احنا قلنا ايه؟ بارا يعني جنب، الحته اللي بتكون جنب الاكسيال على طول، وقلنا بتكون عباره عن قطع اسمها ايه؟ اسمها سومايت، وعددها تقريبا بيكون 35، وهما بيكونوا بير. بير يعني ايه؟ يعني واحد على اليمين وواحد على الشمال، واحد على اليمين وواحد على الشمال. طيب السومايت دي هتديني ايه؟ قال لك ان انا عندي السومايت دي هتكون عند البون والكارتليج. هتكون عند البون والكارتليج. يبقى هي اول حاجه، شوف فاكرين لما احنا كنا بنقول النوتو كورد بيقف في النص علشان يقوم جاي قايل الفيرتبرال كولوم يحفز الفورميشن بتاع الاكسيال سكيلتون؟ هو يقف في النص كده وحوالين بارا اكسيال ميزوديرم يبدا يكون عندي الايه؟ يكون عندي البون والكارتليج. البون عندي مثلا الفيرتبرال كولوم او العظم بتاع الايه؟ بتاع السكال. تمام. فيبدا الفيرتبرال كولوم، يبدا العظم بتاع الفيرتبري يبدا يتكون، ويبدا يمتد 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 ويكون عند الايه؟ يكون عند العظم بتاع القفص الصدري. ما انت العظم بتاع القفص الصدري بيكون متصل عندك بالايه؟ اللي هي الريبس، بتكون متصل عندك اللي هي الاضلاع، بتكون متصل عندك بالايه؟ بالفيرتبرال كولوم. ورا قدام بتكون متصله بالاسترن، ورا بتكون متصله بالفيرتبرال كولوم. تمام. يعني اول حاجه السومات هتتكون عند البون والكارتليج. ممكن تيجي لك باسم تاني بيتقال في المحاضرات سكليروتوم. يبقى سكليروتوم قصده بيها بون وكارتليج. تمام. هي دي الحاجات اللي بتديها لنا السومات. قال لك لا، هل انت تعرف تلمس مثلا الفرتبرال كولوم كده؟ تقدر تلمس الفرتبري كده بايدك على طول، ولا بتلاقي فوقها حاجه؟ بتلاقي فوقها شويه عضلات بتحميها من ورا، عشان انت عارف ان الفرتبرال كولوم دي بيكون موجود جواها فرتبرال كنال، بيكون جواها السباينال كورد، فلازم الحاجه دي تلحمها. يعني اقل خبطه في السباينال كورد ممكن الشخص ده يموت. تمام. وياما شفنا لعيبه كوره اكتر من واحد مثلا لما بيقع غلط ممكن يموت فيها بسبب ان هي ايه؟ كانت على النخاع
الشوكي، تمام. طيب فبيكون حواليها شوية عضلات، العضلات دي برضو بتكونها عندي السومايت، يبقى بتكون عندي كمان عضلات. طيب الحاجة دي بيقولوا لها ايه؟ بيقولوا لها مايو توم، مايو توم، مايو توم. توم يا جماعة دي حاجة يعني قطعة، تمام. يبقى انت عندك سكلير وتوم، بتكون عندي كمان المايو توم. طيب لما انت هتحط ايدك كده على جسمك دلوقتي هتلاقي انت بتعرف تلمس العضلات دايركتلي ولا لا؟ ما بتعرفش تلمسها على طول، لا، ان انت بيكون حواليها طبقه من السكن، فهي برضه بيتكون عندي الديرمس اوف سكن. السكن عندنا يا جماعه بيتكون عندي من طبقتين، هتاخدوها في اخر محاضره هيستولوجي في المديول ده، بيتكون عندي من طبقه فوق اسمها ابيديرمس وطبقه تحت اسمها الديرمس. هو بيكون عندي الطبقه بتاعت الديرمس اللي هو البارا اكزيال ميزوديرم. طب مين اللي هيكون عندي الطبقه بتاعت الابيديرمس لو انتوا فاكرين؟ اللي هو الاكتوديرم. مش احنا قلنا في اول المحاضره ان الاكتوديرم بيكون عند السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم، وبيكون عندي كمان السكن، تمام. طيب يبقى احنا كده قلنا ايه؟ سكن، وقلنا ماسل، وقلنا ايه؟ بون وكارتريدج، تمام. فهو بيكون عندي الحته دي كلها على بعض، اللي هي من الفيرتيبرال كولوم، وكمان الحته بتاعت الثوراسيك كيج اللي هي القفص الصدري. يبقى البارا اكسل ميسوديرم بيتكون عندي من سومايت، بيتكون عندي كارتريدج بون، دي اسمها سكليروتوم. طيب بيكون عندي عضلات بيكون اسمها مايوتوم، وبيكون عندي الطبقه بتاعت الدرمس اللي اسمها ديرماتوم، تمام. طيب تعالوا نخش على الحاجه اللي بعدها. احنا كده اتكلمنا عن الايه؟ اتكلمنا عن الاكسل، واتكلمنا عن البارا اكسل. هنتكلم بقى دلوقتي عن الانترميديت. قال لك ان انا عندي الانترميديت سيل مات ده بيكون نفروجينيك. تعالوا ناخد الكلمه كده كلمه كلمه. نفرو يا جماعه حاجه ليها علاقه بالكدني، دي انتوا خدتوها في الترمينولوجي. جينيك يعني حاجه ليها علاقه بالجينيتال سيستم او ريبرودكتيف اورجان اللي هي الاعضاء التناسليه. فهو هيكون عندي التو سيستم دول، هيكون عندي الكدني وهيكون عندي الجينيتال سيستم، تمام. طيب اخر حاجه عندنا هنتكلم عن اللاترال بليت. اللاترال بليت ده يا جماعه بيكون غريب حبتين، مش هنعرف نشوف في الصوره دي، هنشوفه هنا. احنا عندنا الحته اللي في النص ده اسمه النوتوكورت، وفوق ده النيورال بليت اهوت اللي كان اتكون عندنا، اللي هيكون عند البرينول سباينال كورت، واللي في الجنب ده عندنا السومايت، والحته دي اسمها الانترميديت سيلماس. الحته اللي في الاخر ده اسمه اللاترال بليت. اللاترال بليت بيكون عامل ايه؟ بيكون عامل شبه حرف اليو. بصوا كده يا جماعه، ركزوا كده معايا، بصوا ركزوا كده معايا، الحته دي كده شايفها حرف اليو، تمام. هو شبه حرف اليو، هي كده بالظبط. بيكون عباره عن ميزوديرم من فوق وميزوديرم من تحت، وبيكون عندنا كافيتي في النص. الكافيتي اللي في النص ده اسمه ايه؟ اسمه انترا امبريونيك سيلم. فاكرين الانترا امبريونيك سيلم اللي احنا كان مكتوب عندكم في الكتاب، يعني من سوء التنظيم اللي في الكتاب كان مكتوب في الاسبوع الثاني، واحنا هنتكلم عنه في الاسبوع من الاسبوع الثالث للاسبوع الثامن. فعشان كده ايه؟ عشان كده قلت لكم اجلوا. يبقى احنا عندنا الايه؟ الانترا امبريونيك سيلم بيكون موجود في النص، وفوق بيكون عندنا ميزوديرم، وتحت بيكون موجود عندنا ميزوديرم. نفس الاكسترا امبريونيك ميزوديرم بالظبط. بصوا اللي بيكون ناحيه اليوكساك، الحته اللي تحت اللي بيكون ناحيه الاندوديرم ده هنسميه سبلانكينيك ميزوديرم، والحته اللي فوق هنسميه ايه؟ سوماتيك ميزوديرم. وكل واحد مننا هيدينا حاجه. اول حاجه هنتكلم عليها هنتكلم عن الانترا امبريونيك سيرم. قال لك ان الانترا امبريونيك سيرم ده هيدينا ايه؟ هيدينا ثلاثه كافيتي موجودين عندنا في الجسم. السنترال بارت بتاع السيلم، يعني الجزء اللي في النص اللي عندنا بتاع السيلم ده بتاع الكافتي ده، الجزء اللي في النص هيدينا الايه؟ هيدينا البيريكارديال كافتي. ايه هو البيريكارديال كافتي؟ احنا عندنا القلب يا جماعه بيكون متحوط بغشاء كده منبار اسمه بيريكارديوم. بيريكارديوم ده بيحوط عند القلب من جميع الاتجاهات. الغشاء ده بيكون موجود جواه سائل، السائل ده بيحمي القلب. يعني انت متخيل القلب لو كل خفطه مثلا بتيجي تقوم جايه فيه على طول، تمام. فهو بيحميه من الاحتكاك، وبيخلي الحركه بتاعت القلب يطلع وينزل براحته، تمام. فاحنا عندنا الايه؟ البريكارديوم ده، الغشاء ده، الكافيت اللي بيكون ما بين البريكارديوم وما بين القلب بيكون مليان سائل. السائل ده بيكون موجود في البريكارديوم كافيتي، يبقى اللي بيكون عند البريكارديوم كافيتي اللي هو الانترا امبريونيك سيلوم، من اي جزء منه؟ من السنتر بتاعه. الجوانب بقى بتاع البريكارديوم، احنا لو تخيلنا ان الحته اللي في النص هتدينا البريكارديوم كافيتي، الجوانب بقى بتاعته اللي جنبه على طول هيديني البلوره الكافيتي. البلوره الكافيتي يا جماعه ده اللي بيحوط عند الايه؟ اللي بيحوط عند الريتين، اللي هم التو لانج اللي عندنا، وبيسمح لما بتيجي تتنفس ان انت مثلا لما تيجي تاخد نفس وتيجي تطلعه كام مره تلاقي اللانج لما بتكبر وبتصغر كام مره تقدر تكبر وتظهر براحتها انها بتكبر في الكافيتي ده، والكافيتي ده برده بيكون مليان ميه، تمام. طيب عندك لاترال للبلوره الكافيتي بيكون موجود عندنا اللي هو الايه؟ البيروتونيوم كافيتي، الغشاء البريتوني اللي بيغطي عندي الابدومينال فيسرا، يعني كل الابدومينال فيسرا اللي عندنا اللي هي مثلا الكبد والطحال والحاجات دي كلها بتكون متغطيه عندي بالايه؟ بالبيروتونيوم، تمام. وقال لك بقى ان انا عندي الانترا امبريونيك سيرم ده بيكون كونكتد للاكسترا امبريونيك سيرم. ما انت صح، شوف كده لو احنا تخيلنا ان هو ده الامبريو بالكامل اهوت الشكل ده، احنا كده رسمنا الايه؟ السيتوتروفوبلاست. عندك الحته دي الانترا امبريونيك سيرم بيكون موجود هنا، وبيكون كونكتد، بيكون هو متصل كمان مع الاكسترا امبريونيك سيرم اللي بيكون موجود بره، تمام. طيب تعالوا بقى دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم بقى دلوقتي عن الميزوديرم. احنا كده اتكلمنا عن الكافيتي، هنتكلم بقى عن الميزوديرم. احنا عندنا ايه؟ عندنا سوماتيك وعندنا سبلينكينو. سبلينكينو يا جماعه معناها حشوي،
حشوي، وسوماتيك يعني حاجه بتعرف انت تتحكم فيها. هتاخده باذن الله في الاوتونوميك، في الفسيولوجي في اخر حاجه خالص في مديول الفاونديشن، هتاخده الايه السوماتيك والاوتونوميك، هتاخده السوماتيك والاوتونوميك نيرفس سيستم باذن الله بالتفصيل. تمام، قال لك ان انا عندي السوماتيك لاير اللي هي اللي بتكون فوق ديت اللي بتكون ناحيه الامنيوتيك كافيتي، هتديني ايه؟ هتديني السكيليتال ماسل، هتديني السكيليتال ماسل بتاع الجسم. يعني السكيليتال ماسل مين اللي اديها لي؟ اللي هو السوماتيك لاير، تمام، اللي هي العضلات وكل حاجه عندك، الباي والتراي وكل الكلام ده بيكون جاي من السوماتيك لاير. تمام، طب السبلانكل كلير هتديني ايه؟ قال لك بقى هتديني السموث ماسل. السموث ماسل اللي بتكون موجوده عندك مثلا في الاستومك، في الامعاء، كل الحاجات دي بيكون موجود فيها شويه سموث ماسل. السموث ماسل بتاعتها بتكون جايه عندك من السبلانكل كلير بتاعت اللاترال بليد اوف ميزوديرم. تمام، يبقى احنا قلنا السينم اداني ثلاثه كافيتيز، اللي هو البريكارديوم في النص، عندك اتنين بالورال كافيتي على اليمين والشمال، وبعد كده لاترال للبالورال كافيتي بيكون موجود عندها البيريتونيوم كافيتي، وعندك الطبقه بتاعت العضلات السوماتيك اديتنا السكيلتال ماسل بتاع الجسم، وعندك السبلانكينيك اديتنا السموث ماسل. والسموث ماسل بتكون انفولنتري، ما بعرفش اتحكم فيها، بس السكيلتال ماسل بتكون فولنتري. وكده نكون خلصنا التغيرات اللي بتحصل او الديفلوبمنت اللي بيحصل من الاسبوع الثالث لحد الاسبوع الثامن. هنتكلم بقى دلوقتي عن حاجه جديده معانا، هنتكلم عن الفولدنج اوف امبريو. ايه معنى كلمه فولدنج في الاول؟ قال لك ان انا عندي، احنا كنا بنقول ان احنا عندنا في الاسبوع الثالث والثاني وكل الحاجات دي بيكون عندنا الامبريو بيكون عباره عن ديسك. ديسك يعني ايه؟ يعني شبه السي دي كده، تمام، بيتكون عندي من ثلاث طبقات. هل انت دلوقتي شكلك شبه السي دي؟ لا. قال لك احنا هدفنا في الفولدنج ان احنا بنحول التراي لامينار جيرم ديسك اللي هي اللي شبه السي دي دي، هنحولها لشكل سلندريكال. طب بيحصل ده امتى؟ قال لك بيحصل عندك من اول النهايه بتاعه الاسبوع الثالث لحد ما يخلص الاسبوع الرابع، في الوقت ده بيحصل عندي الفولدنج بتاع الامبريو. تمام، طيب، طب ايه هو يا جماعه السبب بتاع الفولدنج؟ يعني هل الامبريو مثلا هو قاعد كده في امان الله، يا جماعه انا شكلي بقى شبه السي دي كده، انا زهقت من شكلي، انا عايز اغير من شكلي واخلي نفسي مثلا سلندريكال؟ لا، مش كده. حصل حاجه ادت ان الامبريو ده عمل عندك فولدنج. ايه؟ قال لك ان انا عندي خلال الفتره دي اصلا كل الامبريو بينمو عندي بسرعه، يعني النمو بيحصل بطريقه سريعه، سريعه جدا. بس ايه اللي اكتر حاجه سريعه؟ ايه هي اللي مينلي هي اللي سببت عندي الفولدنج ده؟ قال لك ان هو النمو بتاع السي ان اس. سي ان اس اللي هو النيورال بليد بينمو عندك بسرعه رهيبه جدا. سي ان اس عندنا هو البرين والسباينال كورد، بينمو بسرعه رهيبه جدا، ادت ان الامبريو هيعمل عندنا فولدنج. الفولدنج ده يا جماعه مش هيكون في جانب واحد، مش هيكون بس لونجيتيودنال بس او هوريزونتال بس. قال لك لا، ده بيحصل عند لونجيتيودنال وبيحصل هوريزونتال. يعني ايه؟ يعني بيحصل عند، لو احنا تخيلنا ان الشكل بتاع الامبريو كده شبه السي دي اهو، صح، ده الراس بتاعه، وده مثلا التيل بتاعه اللي هي الحته اللي من ورا، وده الحته اليمين، ودي مثلا الحته الشمال، فبيحصل عندي فولدنج من هنا لهنا، اللي هي من الحته اللي فوق اللي هو كرينيو كودر من فوق لتحت كده، ويحصل عندنا كمان من اليمين للشمال، يعني بيبقى شبه الاسطوانه من كل النواحي. تمام، طيب، كاتب عندكم جمله كده غريبه، قال لك نتيجه للفولدنج بيحصل عندنا كونستراكشن عند الجنكشن بتاع الامبريو ليوكسك. طب نشوف الجمله دي هتبقى باينه قوي في الاخر لما نخلص الايه؟ الفولدنج بالكامل. تمام، طيب، تعالوا بقى نخش في الميكانيزم. اول حاجه هنتكلم عليها، احنا قلنا الفولدنج بيحصل عندنا ايه يا جماعه؟ بيحصل عندنا من الهيد للتيل، وبيحصل عندنا من اليمين للشمال. فاحنا عندنا اللي بيحصل من الهيد والتيل ده بنسميه ايه؟ سيفالوكودال او كرينيو كودال فولدنج. طيب، فبيحصل عندي فولدنج للهيد وفولدنج للتيل، كل واحد منهم بيحصل عندي وبيحصل ليه نواتج، هنشوفها دلوقتي ونشوف الكلام. اول حاجه هنشوف الانيميشن ده يوضح لنا الدنيا. طيب، ايه هو سبب الهيد فولدنج والتيل فولدنج يا جماعه؟ قال لك السبب بتاعهم نتيجه للرابيد كروس بتاع السنترال نيرفس سيستم. يبقى الرابيد كروس بتاع السنترال نيرفس سيستم ادى عندي للايه؟ للهيد فولدنج والتيل فولدنج. طيب، تعالوا نشوف كده الميكانيزم مع بعض. اول حاجه عندنا بيحصل عندنا ايه؟ بصوا، انا عايزك تتخيل اول حاجه الشكل بتاع الامبريو. الامبريو ده يعتبر قاطعينه ايه؟ ساجيتال. انا عايزك تتخيل كده، بصوا، هل هو قاطعينه كده؟ احنا تخيلنا ان هو ده الراس بتاع البني ادم اهو، كده كده عينه اهي اهو، هل احنا قاطعين كده ولا احنا قاطعين كده؟ يعني قاطعين الحته راسه، يعني قاطعينه الانتير، يتقسم عند الانتير والبوستير، ولا يتقسم عند النص يمين ونص شمال؟ هعرفها ازاي؟ اللي بيحكم عندي هنا النوتوكورد. النوتوكورد يا جماعه واقف عندي عريض كده، بصوا النوتوكورد ده كله النوتوكورد بيكون موجود بالايه؟ بالعرض كده. فبالتالي احنا نعتبر واخدين ايه؟ قاسمين الشخص ده نص يمين ونص شمال، قاسمين الامبريو نص يمين ونص شمال. يعني الحته دي بتمثل عندي الهيد، والحته دي بتمثل عندي الايه؟ التيل او الحته اللي تحت. قدام يا جماعه، يعني قبل ما يحصل عندي الفولدنج كان ايه اللي موجود؟ قال لك ان انا عندي كان موجود ان الفم بيكون موجود ورا خالص، وفي النص بيكون موجود عندنا القلب، وفي الاخر خالص اللي بيكون موجود فوق عند الناحيه بتاعت الهيد اللي هو السيبتم ترانسفيرس. طب هل ده صح؟ هل صح ان الحجاب الحاجز يبقى موجود فوق القلب وفوق الفم؟ هل يصح ان الفم يكون هو اللي تحت خالص؟
قال لك لا، فاحنا لازم نعدل الحاجه دي. تبقى قبل الفولدنج كان عندنا الهارت في النص، عندنا الفم تحت، عندنا السيبتوم ترانسفيرسم اللي هيكون عند الحجاب الحاجز هيكون موجود فوق. طيب هما ليه سموه سيبتوم ترانسفيرسم في الاخر؟ سيبتوم يا جماعه يعني حاجه بتفصل ما بين حاجتين. السيبتوم ده حاجه بتفصل، يعني ايه؟ عندك مثلا القلب بيكون مفصول نص يمين ونص شمال بواسطه سيبتوم، يبقى سيبتوم ده فاصل. طيب ترانسفيرسم لانه بيكون ايه؟ لانه بيكون بالعرض كده، تمام؟ فعشان كده سموه الحجاب الحاجز، تمام؟ طيب عندنا تحت بقى بيكون عندنا العكس، عندنا بيكون موجود عندنا الكلواكا، بتكون موجوده دورسال، يعني بتكون موجوده الناحيه بتاعت الظهر، الحته اللي ورا دي الظهر بتاع الامبريو، الحته اللي قدام دي الحته اللي تعتبر الفنترال بتاع الامبريو، يبقى دي البطن، ده الظهر، ده الراس، دي الايه؟ ده الحته اللي بتكون تحت، تمام؟ فقال لك ان انا عندي الكلواكا والالانتويز هما الاثنين بيكونوا موجودين عندي دورسال، يعني موجودين في الناحيه بتاعت الظهر. طب انا مش عارف ايه هي الكلواكا وهي الالانتويز دول. شوف يا جماعه، انتوا عندك الكلواكا دي اللي هتكون عندك اليوريناري بلادر، كون عندك اليورينري بلادر. هل اليورينري بلادر المثانه البوليه بتكون موجوده قدام ولا بتكون موجوده ورا؟ بتكون موجوده قدام فنترال، بتكون موجوده الناحيه بتاعه البطن، تمام؟ فاحنا عايزين بدل ما هي موجوده دورسال كده نحطها ايه؟ قدام كمان مره. وعاوزين القلب يتن في النص، وعاوزين الماوس يبقى فوق، وعاوزين الحجاب الحاجز يبقى تحت الايه؟ القلب. هو ده اللي هيحصل عندنا في الايه؟ في الفولدنج. بصوا عندنا الامنيوتيك كافتي، وعندنا الحته بتاعه الالاندويز. يا جماعه هي دي اللي هتكون عندنا جزء من الايه؟ من الحبل السري، تمام؟ هنشوف يعني هتكون عندي جزء من الحبل السري. المفروض يعني الالانتويز بدل ما هي موجوده ورا تكون موجوده عندي قدام، عارفين السره بتكون موجوده قدام، تمام؟ طيب والحته اللي باللون الاصفر ده اليوكساك، اليوكساك ده يا جماعه لما هيحصل فودنج هيتغير اسمه، هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى الحته اللي اتلفت دي هيكون اسمها جت. هنشوف بقى هيحصل فيها ايه. بصوا ركزوا كده معايا، بدا يحصل ايه في الفودنج؟ النيورال بليد بدا ينمو، اللي هو الايه؟ النيورال بليد ده الايه؟ ده يعتبر السي ان اس، بدا ينمو. هيعمل عندي ايه؟ لما هينمو شايف بدأ يزيد في الطول اهوت، فخلى الامبريو يعمل عندنا عملية الفولدنج. بص حصل عندي ايه في الفولدنج؟ نركز نهدى اهو. بص حصل عندي ايه نتيجة لكده؟ عندك السيبتم ترانسفيرسن بدل ما كان فوق خالص بقى هو اللي تحت خالص، وبدل ما كان القلب، والقلب لسه موجود عندي في النص زي ما هو، وعندي الحته بتاعت الفم بدل ما كانت موجوده ورا خالص بقت موجوده قدام. طب ايه اللي حصل كمان؟ عندك الكلواكا والالانتويز بدل ما كانوا موجودين دورسالي في الحته بتاعت الظهر، حصل عندي ان هما الاثنين بقوا موجودين قدام. بس ده اللي حصل؟ قال لك لا، في حته من اليوكساك اتسحبت عندي لجوه، سمينا الحته اللي اتسحبت لقدام، مش احنا قلنا ان الحته دي حته الراس، الحته اللي اتسحبت لقدام سميناها ايه يا جماعه؟ فورجت، تمام؟ والحته اللي ورا سميناها هايند جت، تمام؟ والحته اللي في النص هنسميها ميد جت. يبقى قدام فورجت، الحته اللي ورا هايند جت، الحته اللي في النص هنسميها ميد جت، تمام؟ طيب حصل عندي ايه كمان؟ حصل عندي ان الامنيوتيك كافتي بدا يكبر في الحجم، يكبر في الحجم، فهيبدا يلف عند الامبريو من كل النواحي. ركز كده، بص حصل عندي في الاخر. بصوا بصوا، شايف الامنيوتيك كافتي بدا يكبر ازاي؟ يكبر 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 يكبر، بقى محوط عندي الايه؟ الامبريو، غالبيه الامبريو بالكامل، في جزء من اليوكساك اتسحب وفي جزء باقي بره. هنشوف دلوقتي الجزء ده اسمه ايه، تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف عندنا حصل ايه. اول حاجه هنتكلم عليها، هنتكلم عن الهيد فولد. هنعيد نفس الكلام بالظبط. اول حاجه ايه السبب بتاع الهيد فولد يا جماعه؟ بيحصل عندها نتيجه للرابيد جروث بتاع السنترال نيرف سيستم اللي هو النيورال بليت. طيب قبل الفولدنج كان كرينيو كودال دايركشن الحاجات دي مترتبه ازاي؟ كان اللي فوق خالص موجود عندنا السيبتم ترانسفيرسم اللي هو هيكون عند السنترال تندون بتاع الحجاب الحاجز اللي هو الايه؟ دايفراجم. طيب تحت الدايفراجم كان موجود عندنا ايه؟ كان موجود عندنا الكارديوجينيك بليت اللي هيدينا الايه؟ اللي هيدينا القلب، تمام؟ طيب كان ايه كمان؟ كان عندنا الاورال ممبرين بيكون موجود عندنا تحت خالص، تمام؟ يبقى احنا كان عندنا السيبتم ترانسفيرسم فوق، بعده الهارت، بعده الايه؟ بعده الفم. طب ده صح؟ لا، احنا لازم نعمل فولدنج ونعكس الدنيا، نخلي ايه؟ نخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ونشوف الدنيا يحصل فيها ايه. في ايرلي انفولدنج، في البدايات بتاعه الفولدنج، بيحصل عندنا ايه؟ الاورال ممبرين بيلف فنترالي، كلهم بيلفوا فنترالي، وعندك الكارديوجينيك هيلف فنترال للاورال، وعندك السيبتم ترانسفيرسم هيلف فنترال للكارديوجينيك بليت. يبقى الاورال هيلف فنترالي على طول، الكارديوجينيك هيلف فنترال للي قبله. طيب والسيبتم ترانسفيرسم هيلف فنترال للي قبله، تمام؟ طيب النهايه هيحصل عندنا ايه؟ هيحصل عندنا كرينيو كودال دايركشن اللي هي من فوق لتحت، هيبقى موجود عندنا فوق الفم، بعد كده هيكون موجود عندنا القلب، بعد كده هيكون موجود عندنا الحجاب الحاجز، وده الترتيب الصحيح اللي بيكون موجود عندنا في الجسم دلوقتي. طيب هنزود حته صغيره هنقولها في كل فولد من اللي احنا هنقوله، تمام؟ في حته من اليوكساك اتسحبت عندنا لقدام، فاكرين كان اسمها ايه يا جماعه؟ كان اسمها فور جت، اللي احنا كنا حاطينها ورا. بص كده عندنا الفيديو، بصوا عندنا الفيديو، عندنا في حته في الاخر اهو، بصوا عندنا الحجاب الحاجز بقى ورا، عندنا القلب بقى هنا، عندك الايه؟ عندك الفم بقى موجود قدام، وفي حته من اليوكساك اتسحبت عندنا سميناها فور جت، تمام؟
طيب نخش بقى دلوقتي على التي الفولد حصل فيه ايه. هنتكلم نفس الكلام، قبل الفولدنج كان موجود ايه وبعد الفولدنج بقى موجود ايه، وهنقوم جاي قايلين ان في حته من الكات اتسحبت عندنا. قبل الفولدنج زي ما قلنا في الانيميشن اليوكسك كان بيكون موجود عندنا فنترال قدام كده، وعندنا الالانتويز بتكون موجوده عندنا كودال يعني تحت خالص، وعندك الكلواكال ميمبرين برده بيكون موجود عندي كودال. الكلواكال ميمبرين دي اللي هتكون عندي يا جماعه اللي هي فتحه الشرجه اللي بتكون موجوده، احنا قلنا ما بيكونش موجود فيها ميزوديرم عشان تقوم جايه ايه مفرقعه وفاتحه ايه على طول. والالانتويز دي اللي هتكون عندي جزء من الحبر السري. تعالوا كده نرجع للفيديو ونشوف بيحصل عندنا ايه. شوفوا احنا كنا بنقول في الحته اللي بتكون ايرلي انفولدنج كان بيكون موجود عندنا ان الالانتويز بيكون موجوده ورا والكلواكال ميمبرين برده بتكون موجوده عندي ورا. هيحصل عندي ايه قدام؟ هنشوف كده قدام اهو. بص هيحصل عندي ان الالانتويز بقت فنترالي، وعندك اللي هو الكلواكال ميمبرين برده هيبقى فنترالي، والحته الاخيره بتاعت الهايند جت عملت عندي دايليتيشن. الدايليتيشن ده هنسميه ايه؟ هنسميه كلواكا. تمام. طيب تعالوا بقى نخش ونقرا كده الكلام كام مره، نرجع نقول نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط. قبل الفولدنج عندنا الالانتويز والكلواكال ميمبرين هما الاثنين بيكونوا ايه؟ بيكونوا كودال. لما حصل عندنا الفولدنج الالانتويز والكلواكال ميمبرين هما الاثنين لف فنترالي وبقوا موجودين عندي قدام في المنطقه بتاعت البطن. تمام. بقى نشوف احنا كنا بنقول حته من اليوكسك راح جايه مسحوبه عندنا، الحته اللي اتسحبت عندي ورا سميناها ايه؟ سميناها هايند جت. بس خلي بالك في ملاحظه هو قالها زياده، قال لك ان انا عندي الهايند جت الحته اللي في الاخر دي بتبدا يعني تعمل دايليتيشن كده في الاخر. الدايليتيشن اللي في الاخر ده اسمه الكلواكا، يبقى الكلواكا دي حته دايليتيشن من الهايند جت في اخر الهايند جت خالص. تمام. دي هتكون عندي اليونري بلاتر وهتكون عندي الريكتم. تمام. طيب تعالوا بقى نخش على نوع الفولدنج اللي بعده اللي هو اللاترال فولدنج. اللاترال فولدنج يا جماعه ده بيكون ايه؟ بنلف الامبريو رايت وليفت زي ما احنا كنا قلنا السي دي كنا خدناه من فوق لتحت، ورايت وايه؟ ورايت وليفت فولدنج. تعالوا نشوف هيحصل عندنا ايه. اول حاجه لازم نعرف السبب. قال لك السبب بتاعه الرابيد جروث بتاع السومايت. السومايت دي كانت ايه يا جماعه؟ السومايت دي كانت جزء من الايز لو انتم فاكرين، كانت جزء من البارا اكزيال ميزوديرم. كنا بنقول ان احنا عندنا 35 سومايت. السومات دي كانت بتكون عندي البون والكارتليج والماسل والسكن، كل الكلام اللي احنا لسه قايلينه يعني ما كملناش ربع ساعه. تمام. طيب قال لك بقى ان انا عندي نتيجه للرابيد جروث بتاعها حصل عندي ايه؟ حصل عندي اللاترال فولدنج. حصل عندي يعني احنا لو حابين نتخيل شكل الامبريو الحته اللي في النص ده النوتوكورد، يبقى انت النوتوكورد ده مكانه هيكون الفيرتيبرال كولوم. تمام. هيحصل عندنا ايه؟ يبقى الحته دي هي اليمين والحته دي هي مثلا الشمال او العكس ايا كان. الحته دي هي اللي قدام الفنترال والحته دي هي الدورسال اللي ورا. تمام. يبقى ده رايت ليفت دورسال وفنترال. يبقى احنا كده تخيلنا الاتجاه. تعالى نشوف كده نركز. حصل عندي ايه؟ او شايف السمايه بدات تكبر اهي، تكبر السمايه. حصل عندي ان الامبريو بدا يعمل عندي ايه؟ فولدنج. يعمل فولدنج، يعمل شايف يعمل عندي ايه؟ شايف جزء من النيورال بليت ان هو نزل لتحت ده. فاكرين يا جماعه ان جزء من النيورال بليت نزل عندي لتحت وكون عندي الايه؟ السي ان اس. تمام. طيب وده النوتوكورت موجود عندي في النص اهو، ودي السمايه. تمام. بدا يزيد 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 يزيد. شايفه كون عندي ايه؟ كون عندي جزء في النص كده اللي داخل جوه الامبريو ده سميناه ايه؟ سميناه ميد جت. والامنيوتيك كافيتي هيستمر ان هو يزيد 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 في الحجم. شايفين يا جماعه هيزيد في الحجم، يزيد في الحجم لحد ما مش هيبقى موجود، يعني اللي هيحوط الامبريو بالكامل هيكون بس عباره عن امنيوتيك كافيتي. طب هو لما بيزيد بيزيد على حساب ايه؟ لو احنا تخيلنا كده يعني عشان تكون متخيل الوضع، انت عندك الحته اللي حواليك ده عباره عن الايه؟ عن السيتوتروفوبلاست. السيتوتروفوبلاست كنا بنقول ان هو متغطى عندنا ميزوديرم. الميزوديرم اللي كان بيغطيه كان اسمه ايه يا جماعه؟ سوماتوجلاريك ميزوديرم او برايمري ميزوديرم. فقال لك ان انا عندي من كتر ما الامنيوتيك كافتي بيكبر هيلامس عندي الميزوديرم اللي هنا ده، يعني الميزوديرم بتاعه هيلامس الميزوديرم بتاع السوماتوجلاريك ميزوديرم بتاع السيتوتروفوبلاست، هما الاثنين يتحدوا مع بعض ويكونوا ميزوديرم واحد. نتيجه ان ايه؟ هو بيكبر على حساب الاكسترا امبريونيك سيلم اللي كان موجود عندي بره. يعني الكافت ده هيبدا يتقلص يتقلص لحد ما يبقوا هما الاثنين لازقين ايه؟ لازقين مع بعض. طيب تعالوا بقى نخش على النقطه اللي بعدها. هنقرا بقى الكلام هتبقى الكلام سهل. قال لك ان انا عندي قبل الفولدنج بيبدا يحصل عندي ايه؟ ان الامنيوتيك كافت بيكون موجود عندي دورسال بس للامبريو. تمام. طيب بيحصل عندي ايه؟ قال لك ان انا عندي الامنيوتيك كافت ده بيبدا يزيد شويه في الحجم، يزيد شويه في الحجم. ده بيحصل عندي في امتى؟ قبل الفولدنج. طيب في الليت ستيج بتاعت الفولدنج هيبدا يحصل عندنا ايه؟ قال لك ان انا عندي الامنيوتيك كافتي ده هيبقى موجود عندك ايه؟ هيبقى محوط عند الامبريو من جميع الاتجاهات، كرينيال ودورسال وكودال وكل حاجه محوط عند الايه؟ الامنيوتيك كافتي محوطهم كلهم بالكامل. تمام. ده حتى من ضمن الحاجات اللي هو بيغطيها قال لك ان انا عندي الامنيوتيك ممبرين هيغطي عندي كمان الايه؟ الامبليكال كورت.
تمام. طيب كنا بنقول ان احنا عندنا الاميوتيك كابيتال لما بيزيد في الحجم بيزيد على حساب مين؟ بيزيد على حساب الاكسترا امبريونيك سيرم اللي كان موجود هنا. يعني الاكسترا امبريونيك سيرم ده هيبدا يقل 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 يقل، الكافيتي ده هيقل لحد ما يحصل له اوبليتريشن. طيب لما يحصل له اوبليتريشن هيحصل ان الميزوديرم بتاع السيتوتروفوبلاست هيمسك في الميزوديرم بتاع الايه؟ بتاع الاميوتيك كافيتي. تمام، قال لك ان انا عندي السوماتوجلينيك برايمري ميزودير اللي بيعمل عندي اللي بيعمل لايننج للامينوتيك كافيتي هيتحد مع اللي بيبطن عند الكوريون. الكوريون ده يا جماعه اللي هي الحته اللي هتبدا البدايات بتاعه المشيمه، مين اللي بيكونها؟ اللي هو السيتوتروفوبلاست. يعني الميزوديرم اللي هنا اللي هو الكوريون، الثلاثه دول مع بعض هيتحد مع الميزوديرم بتاع الايه؟ بتاع الامينيوتيك كافيتي. وكنا بنقول في كل واحده في اي فولد لازم نتكلم عليه لازم نقول حته في الاخر ان احنا عندنا في جزء من الامنيوتيك كافيتي هيتسحب عندنا، هنسميه ايه هنا؟ هنسميه في اللاترال فولدنج هنسميه ميد جت. هنسميه ايه؟ ميد جت. اخر جمله عندنا قال لك ان انا عندي اللاترال فولدنج بيؤدي عندي ان بيحصل فيه كونستراكشن اوف وايد كوميونيكيشن بتوين الاكسترا امبريونيك سيلوم اند ميد جت. وقال لك ان انا عندي الكونستراكتد كوميونيكيشن ده بنسميه فيتيلو انتستينال داكت او اكس دوك. مش فاهمين حاجه طبعا وقرينا الكلام وبنقرا مع بعض، تعالوا نشوف كده ايه هو الطول الكلام ده. بصوا الصوره بتاعت الايه؟ الصوره بتاعت الايه؟ فاكرين كنا بنبص على النوتوكورد، النوتوكورد موجود هنا؟ لا، يبقى هو موجود عندي بالطول كده، يبقى ده الهيد، ده التيل، دي الحته اللي ورا دي الدورسال، ده الايه؟ الفنترال. بصوا في الاخر كان بيحصل عندنا ايه يا جماعه؟ ركز كده، عندك اليوك ساكن قسم عندي لاكتر من حته، في جزء دخل جوه الامبريو كون عندي الحته دي اللي هي الهاين جت والميد جت الفور جت سوري، والحته اللي هنا دي الميد جت، الحته اللي ورا اسمها الهاين جت اللي بتكون موجوده في الاخر. طيب وفي جزء من اليوك ساكن بيكون موجود اكسترا في الاكسترا امبريونيك سيلوم اللي بره ده، اكسترا امبريونيك سيلوم اهو تمام، موجود في الاكسترا امبريونيك سيلوم، في كوميونيكيشن ما بينهم. الكوميونيكيشن ده اسمه ايه؟ فيتيلو انتستاينال داكت او يوكستوك، هو ده اللي قصده بالجمله دي. يبقى الجزء اللي ماسك عندي اليوك ساك اللي بره مع اليوك ساك اللي الجزء منه اللي دخل اللي جوه ده هنسميه يوك ستوك. ستوك ستوك يعني شبه الحبل كده يا جماعه، او فيتيلو انتستاينال داكت. تمام. طيب اخر جزء هنتكلم عليه هنتكلم عن الريزلت بتاعت الفولدنج. ايه هي الريزلت بتاعت الفولدنج؟ هنعيد نفس الكلام بالظبط. الريزلت بتاعت الفولدنج بيكون ستة يا جماعه، بس سهلين جدا نقدر نستنتجهم ببساطه. اول حاجه ايه الهدف بتاع الفولدنج؟ ان احنا نحول الامبريو من سي دي لسلندريكال ستراكشر. تمام، فاحنا عندنا ايه يبقى اول هدف عندنا؟ ان هو خلى الامبريو شبه الايه؟ شبه الاسطوانه. طيب هناخد بقى كل نوع من الفولدنج حقق هدف معين. يبقى احنا عندنا اول نوع من الفولدنج اللي هو اللاترال فولدنج، حصل عندي ايه؟ هنقوم جايين قايلين الحاجات اللي عندنا اللي موجوده دلوقتي اللي اتكونت، وهنقوم جايين قايلين ان في جزء من القط اتسحب عندنا. اول حاجه ان في جزء من القط اتسحب عندنا كون عندي الايه؟ كون عندي الميد جت. تمام، والميد جت دي بتكون عامله كوميونيكيشن مع الجزء اللي بيكون بره بتاع اليوك ساك اللي هو الاكسترا امبريونيك يوك ساك، بواسطه حاجه اسمه فيتيلو انتستاينال داكت او يوك ستوك. طيب النتائج بتاعت الهيد فولدنج حصل عندنا ايه؟ حصل عندنا ان الباك فارنجيال ميمبرين بقى هو اللي فوق، وبعده هيبقى موجود عندنا الهارت، وبعده هيكون موجود عندنا الايه؟ السبتم. هم كلهم لفوا فنترال امبوزيشن وبقوا ارينجت كرينيو كويدر. كرينيو كويدر يعني ايه؟ يعني اللي فوق عندنا هو البكال ميمبرين، يعني البق هو اللي موجود عندنا فوق اللي هو ايه؟ يعني بالمناسبه هم ليه سموه بكال؟ عارفين يا جماعه لما احنا عندنا في اللهجه بنقول بق، بق يعني ايه؟ يعني فم، فبق دي جايه من ايه؟ من بكال. يبقى انت عندك البكال ده الفم. تمام، بعده هيبقى موجود عندنا الهارت، بعد كده هيبقى موجود الحجاب الحاجز، وكلهم هيبقوا فنترال امبوزيشن. يعني انت بتشوف الحجاب الحاجز موجود في البطن، القلب موجود في البطن، عندك الفم بيكون موجود قدام ناحيه الحته الفنترال. تمام، طيب ايه هي النواتج بتاعه التيل فولدنج؟ حصل عندي ان الكلوكال ميمبرين والالانتويز هما الاثنين بقوا بدل مكانه كودل، بدل مكانه هما الاثنين تحت، بقى هما الاثنين موجودين عندنا ايه يا جماعه؟ بقى هما الاثنين موجودين فنترال امبوزيشن. طيب حصل عندنا ايه كمان؟ ان الامبلايكال كورد، فاكرين يا جماعه الجزء اللي كان هنا اللي اسمه الكونكتنج ستوك اللي كان ماسك عندنا هنا، كونكتنج ستوك او البادي ستوك اللي كان موجود هنا ده، لما احنا حصل عندنا الفولتنج بقى هو كمان فنترال امبوزيشن. شايف دي الحته بتاعت الظهر؟ هو بقى فنترال امبوزيشن وهيكون عندي ايه؟ هيكون عندي الامبلايكال كورد. تمام، طيب حصل عندي ايه كمان؟ ان الالانتويز بدل ما كانت التورسال امبوزيشن بقت ايه؟ بقت فنترال امبوزيشن. يبقى حصل عندي ست حاجات نعيدهم على طول. ايه الهدف بتاع الفولدنج؟ خلينا شكله شبه الاسطوانه. في التيل فولدنج حصل عندنا اتكون عندنا الجت، واتكون عندي الفيتيلو اكسترنال داكت او اليوكستوك اللي هو كوميونيكيشن ما بين الاكسترا
امبريونيك يوك ساك والايه والجت اللي بتكون موجوده هنا. طيب النتائج بتاعت الهيد فولدنج بقى عندنا الفم فوق بعد القلب بعد الحجاب الحاجز كلهم فنترال ان بوزيشن، وعندك النتائج بتاعت التيل فولدنج الكلوكال ممبرين والالانتويس بدل ما كانوا كودر بقوا فنترال ان بوزيشن، وعندك الامبلايكال كورد بقى بدا يتكون عندنا نتيجه ليه ان الكونكتنج ستوك بدل ما كان في الدورسال بقى موجود عندنا ايه فنترال ان بوزيشن، وعندنا الالانتويس برضو بدل ما كانت دورسال بقت ايه هي كمان فنترال امبوزيشن. وبكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا النهاردة، شكرا لكم جميعا وبالتوفيق.